بمناسبة مرور 50 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية البحرينية المصرية، أحيت فرقة البحرين للموسيقى أمسية فنية في دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو زياد زيمان. هذا وتم تقديم مجموعة من الأغاني الوطنية بحضور عدد من كبار الشخصيات البحرينية والمصرية. وخلال الأمسية التي أقيمت على هامش إعلان مملكة البحرين من القاهرة، تم تكريم سعادة السيد تقي البحارنة أول سفير بحريني في جمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي أشاد في كلمته بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مستعرضا بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتطورها في ظل ما تحظى به من دعم مستمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. كما تحدث سعادة السفير عن مهامه وتجاربه كسفير لمملكة البحرين في القاهرة، متمنيا للجمهورية مصر العربية المزيد من التطور والتقدم. بدوره أشاد الدكتور خالد دغر رئيس الأوبرا المصرية بعمق العلاقات البحرينية المصرية، مؤكدا أن البحرين ومصر بلد وشعب واحد وتتجهان إلى المزيد من التكامل والتعاون في ظل دعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه فخامة الرئيس المصري. ملتقى ثقافي حضاري بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة في الأمسية الفنية لفرقة البحرين الموسيقية، والتي تم إحياؤها على هامش تدشين وثيقة إعلان مملكة البحرين في العاصمة المصرية القاهرة، وبمناسبة مرور 50 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية البحرينية المصرية. نقدر عاليا هذا الفكر النير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حفظ الله ورعاه. أمانة المركز وصل للعالمية وأصبح يعني مركز مؤثر، نشر بشكل جدا كبير موضوع التعايش بين المجتمعات وبين الأديان، وطبعا البرلمان العربي أولا يعتز بهذا المركز ويدعم توجهات جلالة الملك في هذا الجانب. أمانة الأمة العربية تحتاج إلى هذه المبادرات. سعداء بالتواجد في القاهرة، حققنا نجاحا باهرا من خلال تدشين إعلان مملكة البحرين، ونتطلع للتعاون في شتى المجالات بين المملكة وجمهورية مصر الشقيقة، لأننا نؤمن بحرية الأديان لتحقيق التعايش العالمي السلمي، وهي رسالة للجميع. كانت في هناك مبادرات سابقة عالمية، فإحنا اليوم متواجدين في القاهرة كدولة عربية أفريقية ننقل لهم رؤية سيدي جلالة الملك القائمة على التعايش بين الأديان والتسامح وتقبل كافة الأطياف، وهذه طبعا سمات أهل البحرين. دار الأوبرا المصرية احتضنت هذه الأمسية بمجموعة من الأغاني الوطنية التي عزفت بأنامل بحرينية وتقنت بالوطن والسلام. البحرين تعلمنا الكثير من ملكها، من وطنها تعلمنا منها الكثير. هذه الخطوة الإيجابية الأولى الوحيدة اللي بدت عشان كلنا نتشارك في التسامح. ده بيمثل لنا تناغم على هذه الرسالة واتحاد في الرؤية ما بين مصر وما بين البحرين حول هذه الرؤية السياسية العميقة الإنسانية في جوهرها. وحابب أشكر كمان بشخص شخصية على استخدام القوى الناعمة في كيفية التواصل بين الشعوب المختلفة والتواصل بين الأديان المختلفة عن طريق الموسيقى والغناء. أرضى بنؤكد وبنحيي هذه الأواصر الجميلة وهذه الحفل الناجحة وهذا اللقاء اللي لازم يتكرر كثيرا.
علاقات ممتدة وتعاون شامل في شتى المجالات، ونجاح مستمر لمملكة البحرين في تصديرها لثقافة التعايش السلمي بكل الطرق وبقوة ناعمة احترافية. ليلة فنية طربية عزفت بأوتارها الألحان البحرينية التي صاغت رسالة السلام انطلاقا من دار الأوبرا المصرية إلى جميع قارة إفريقيا والعالم. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.